يقول: تزوجت بامرأة مسلمة، ولكن ولي هذه المرأة عند صلي لما زوجني بها، ولم أدري أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، والآن عندي ولد من هذه المرأة، فأريد أن أعلم هل زواجي يعد صحيحا أم لا؟ ما دمت ما تعلم فأنت معذور، ولكن عليك تجدد العقد الآن لما علمت، عليك بتجديد العقد، وهذا سهل أو سائد، جدد العقد مرة ثانية وتخرج من العهدة. نعم.